إذا تقييد المباح هو حتى نقي المجتمع من مفاسد هذه الخلوة. كلمة أخيرة في هذا، إذا بتقدر تنصح الشباب، أو حتى في نفس الوقت أكو حالات مثل هذه كثيرة، يمكن مدى نقدر نوصل لها إلى حل. بنية مثل اللي ظهرت ويانا بالتسجيل عندها هذه المشكلة، شنو الطريقة اللي يكفر بها عن الذنب إذا كان الخطيب، إذا كانت هي البنية بعد هذه المشاكل يعني؟ هو حقيقة هي ثلاثة نصائح، نعم، وأختم بها. أولا إلى ولي الأمر، وإلى البنية، وإلى الشاب المتقدم. نعم. إلى ولي الأمر نقول له: يا أبونا الله يرضى عنك، جزاك الله خير، إحنا ما نريدك تصير متزمت، ولا تصير متخلف، ولا تصير رجعي، ولكن لا تصير انفتاحي انبطاحي، لا هذا ولا هذا. إحنا لا البنية لازم واحد ما يشوفها، ولا لا البنية يومية طالعة ويا الولد، مو هيك يا عمي. الله يرضى. الوسطيه يعني تكون الوسطيه اللي هي الله يريدها ورسوله يريدها، انه يعني نعرف بعادات وتقاليد انه داخل بيت من داخل البيت البنيه، تعال يا ابني، هاي البنيه شوفها خلاص، هذا تريد تسال خالاتك عماتك جيرانك، هذا الولي امر. نعم، هذا طبعا للبنت وللولد. ثانيا بالنسبه للولد نقول له: يا ابني الله يرضى عنك، هاي بنت الناس امانه، ترى هاي مو هينه، هاي مو يوم وليله، البارحه داسه وضغطت زر وطلعت لهم، ابني هاي جابوها من الان، صار من كانت فحمه الى ان صارت هسه شحمه. نعم. ما يا ابني الله يرضى عنك، ترى هاي مو هينه على اهلها، ومو رخيصه، وتعبوا عليها وبذلوا جهود، الان يريدوا يسلمونها امانه، هاي اعراض الناس امانه برقبتك، فاتقي الله. نعم. اتقي الله. اقول نصيحه لبنيتي. نعم. بنتي هو هسه مو هذا الشاب متقدم ليش؟ ابن عمك، هسه ابن عمك بعد، انا ما دا اقول غريب، بنتي انا نصيحه من عندي، اخاف ما تشوفيني بعد، انظري اليه نظره انه هذا ذئب يريد ان يفترسك. حتى وان كان هو زوج المستقبل؟ حتى لو كان زوج هسه هسه هاي اللحظات، هذا الان احنا في مرحله الخطر، اقصد الخطوبه. بنتي انظري لهذا الرجل، انا دا اقول لك ابن عمك مو الغريب. ابن عمك خب انا يصير غصبا عليه. نعم. يغصبونه. بس يا اقول لك يا بنتي انظري الى هذا الشاب، ترى نظرة الذئب الذي يريد أن يفترسك. بنتي الآن القيود خفت، مو مثل، فامنعي نفسك يا بنتي، صير عصامية حتى تصيرين عزيزة، صيري مثل الدرة الغالية يغوصون إليها حتى يصلون إليها. هذه نصيحتي إلى